تسال بقى انت برضه انت فين من النادي الاهلي؟ يعني السؤال محير جميع يعني كابتن سيد فين من النادي الاهلي؟ يعني حاجه في قطاع الناشئين مفيش حد عرض عليك حاجه حد كلمك؟ يعني بص انا راجل لعيب لعبت في النادي الاهلي الحمد لله ما عملتش اي مشكله خالص، قدمت 3 سنين واخدت بطولات وبتاع، لكن بعد ما اعتزلت للاسف ما يعني ما فيش حد ساعدني شويه يعني، وده حزين فيها شويه ان انا ما حد ساعدني في النادي الاهلي ان انا ابقى موجود حتى في قطاع الناشئين، وهي قصه مش قصه ماديه، انا عارف ان المرتب اصلا في قطاع الناشئين مش 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 اعلى حاجه يعني ولا هي، لكن انا حابب ان انا امثل النادي الاهلي في حته زي دي وانا داخل كارير تدريب، فزعلت جدا ووافقت يعني في فتره من فترات ان رحت زد 2 سنين، بس كنت اتمنى ان انا ابقى موجود وللاسف ما حد ساعدني شويه، فانا اللي حضرت النادي الاهلي. طبعا انا يعني مش عايز اتكلم على حد يعني، بس انا شايف في كوادر موجوده ما قدمتش حتى يعني ربع اللي انا عملته، في كوادر موجوده في يعني في ناس ما لعبتش كوره موجوده، وده محزنني شويه يعني، فانا رساله بقول ان انا يعني استحق ان انا موجود حتى في قطاع الناشئين. ما بقولش افضل من حد، اصل انا ده رزق بتاع ربنا، لكن يعني العرف يعني ان انا المفروض ان انا راجل لعبت في النادي الاهلي وفي ناس موجوده ما لعبتش حتى كوره وموجوده في القطاع. لا ده قديم وجديد واي حاجه، مش لا اللعب كوره ما ده له اولويه حتى لو لعب كوره، يعني هذول يعني في ناس ما لعبتش كوره فعلا موجود. بس انت ما فيش اي حد من النادي الاهلي حتى من بعيد ولا من قريب؟ ما فيش، وانا من الناس اللي هي يعني ايه مش بتواصل معاك على مستوى شخصي مثلا، قال لك لو في حاجه هتظهر انت ممكن معانا؟ لا هو كان كابتن خالد بيبو كان فتره من فترات كان يعني همسك في الناشئين وبعد كده ما رجعليش تاني. دلوقتي موجود وليد واحنا بالفعل تواصل معاك كابتن خالد بيبو امتى؟ انا رحت لخالد واتكلمت معاه بس ما حصلش نصيب ان هو يعني انا موجود في القطاع، ما اعرفش ليه. وليد دلوقتي اقرب الناس ليا، ما هو ماسك راس قطاع الناشئين يعني كلمته ما ما هو انت تواصلت معاه؟ وليد اصل وليد اخويا يعني بس ما فيش يعني ما فيش رد ايجابي يعني في الموضوع يعني، للاسف الدنيا بتتغير شويه. لا خير ان شاء الله كابتن. طيب قول لنا دلوقتي يعني كواليسك كده، انت عارف انت شاركت في المونديال مع النادي الاهلي وخدت تجربه يعني اكثر من رائعه، احكي لنا كده الكواليس اللي كانت في المباريات اللي زي دي والاجواء. طبعا الاجواء بتاعت دلوقتي اجواء يعني جميله، ده اجواء جميله ماديه ماديا 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 جميل، لكن انا لعبت في اجواء يعني فنيه حلوه لكن الماديه كانت صعبه شويه يعني. انا عشان اقدر اقول لك ان انا لما لعبت في النادي الاهلي استفدت ماديا بشكل كبير في الفتره دي، لا ما استفدتش ماديا، بس يمكن استفدت فنيا شويه، لعبت في جيل مع جيل محترم، حققت بطولات مع النادي الاهلي حوالي 6 أو 7 بطولات، فده اللي طلعته من النادي الاهلي يعني بيه يعني.